السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأعزيكم وأعزي صاحب العصر والزمان والمراجع العظام والأمة الإسلامية جمعاء وأصحاب الضمائر الحية، باستشهاد سيد المقاومة وفارسها الذي ارتقى شهيدا على يد أراضي القوم. إذن حلقة خاصة وتغطية خاصة مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، مرحبا بحضرتك وعظم الله لنا ولكم الأجر. حياكم الله، عظم الله بحضرتك. ومن إيران الدبلوماسي السابق السيد هادي أفقهي. سيد هادي، عظم الله لكم الأجر وأجركم أعظم إن شاء الله. الله يسلمك أستاذ واثق. أبدأ مع جنابك، والله ما أعرف شلون نبدأ الحديث، خلي نبدأ باختصار عن سيرة سيد المقاومة، هذا الفارس الذي أذاق العدو الصهيوني الويلات منذ 82 وإلى اليوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمشاهدين الكرام والضيف الكريم. طبعا حقيقة اليوم كلمات العزاء وكلمات الاستنكار والشجب والحزن هي لا تكفي إن تحدثنا عن سيد المقاومة، عن هذا الفارس البطل الشجاع الغيور الذي ما عرف عنه إلا مواقف الشجاعة والإباء والكرامة، ودافع عن قضية حقه، وبالتالي قدم نفسه لينال الشهادة لينال أعلى الدرجات التي كان يتمناها. حقيقة هو كل من سار بطريق الجهاد هو الشهادة هي نهاية حتمية وأمنية لكل الشهداء. السيد نصر الله رضوان الله عليه ورحم الله روحه الطاهرة التي ارتقت اليوم هو طبعا محل فخر وعز وكرامة لنا. بالحقيقة من حقنا أن نفتخر أن يوجد بيننا هكذا قائد، هكذا بطل، هكذا مدافع عن قضية إنسانية أخلاقية، قضية مقدسة. وإلا لو كان هذا الفارس هذا البطل يساوم لا يمكن أن كان يحصل على ما يحصل مقابل التنازل عن هذه القضية وكم عرض عليه. لكن مع ذلك هذا السيد نصر الله يعني كان مثل للبطولة والشجاعة، كان مثل لنا في كل شيء، في كل شيء كنا يعني كل العالم كان يصمت إلى السيد نصر الله عندما يتحدث. اليوم لا أقول الأمة الإسلامية والعربية فقدت قائدا بطلا فارسا شجاعا أبيا، لا، بل أقول العالم اليوم فقد قائدا من قادة العالم الذين سيخلدهم التاريخ، قائدا استطاع أن يثبت على كلماته على مبادئه، استطاع أن يدافع عن الأرض وعن المقدسات، استطاع أن ينصر مظلومين في كل بقاع العالم. أسمع كلماته لكل العالم، لكن مع ذلك هذا العدو المنحرف المنحط يعني بأي كلمات ممكن أن نصف هذا العدو الذي وصل بطغيانه وإجرامه ومجازره وتغوله في دماء الأبرياء لا يبالي ولا يمانع من أن يرتكب مثل هكذا جريمة. بالتالي هو متوقع، المجاهدين يتوقعون ونحن نتوقع، وهذا العدو لا يتردد ولا يتورع من ارتكاب هكذا جرائم. بالتالي اليوم المجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني منذ طوفان الأقصى إلى اليوم، المجازر التي يرتكبها الآن في الضاحية الجنوبية هي خير دليل على إجرامه ووحشيته. لكن للأسف إن العالم للأسف اليوم لا يقف، على الأقل وقفه بجزء من الشرف الإنساني والأخلاقي الذي على أساسه قامت المنظومة الإنسانية والأخلاقية ومنظومات الأمم المتحدة والاتفاقيات وكل القيم التي ممكن أن تؤمن به الشعوب. إلى اللحظات الأخيرة من استشهاد السيد نصر الله كان يتصرف وفق المبادئ والأخلاق والقيم وفق قواعد الحروب بأخلاقها العالية بمبادئها العالية. لم نرى حزب الله تجاوز على مدنيين أو قطع شجرتين أو حاول أن يؤذي أو يرعب السكان، وإنما كانت استهدافاته فقط للأماكن العسكرية. ورغم كل الدمار وكل الانتهاكات التي كان يمارسها العدو لم يرد عليها بالمثل، لم يتجاوز على المدنيين. قلت وبالتالي هم يعرفون، يعني حتى الكيان يعرف إن هذا الحزب وهذه المبادئ وهذه القيم هي مبادئ ملتزمة لا يمكن لها أن تنتهك مفاهيم حقوق الإنسان، مبادئ أهل البيت. وبالتالي نعم هو امتد
طريقه من خط الإمام الحسين، من خط الشهادة، من تلك المبادئ والقيم النبيلة والكرم. وهؤلاء طبعا تربوا في مدرسة هي مدرسة للعطاء، هذه المدرسة تقدم وتعطي وتثبت بالدماء هذه المبادئ وتثبت قيمها من خلال الدماء، لا تتحدث فقط شعارات ولا تتحدث بأراجيز ولا يمكن أن يتحدثون للعالم عكس ما يتصرفون، لا، هؤلاء أثبتوا أن الشهادة مبدأ وأن الحق لا يمكن التنازل عنه، وبالتالي قدموا الدماء وقال أنا جنديا كحالي كأي من الجنود. لذلك كان في أرض المعركة هي يعني نعم. الضاحية والجنوب اللبناني وكل الأماكن كلها كانت معركة. إذا تسمح لي أنتقل إلى إيران. سيد، هذه خسارة ما بعدها خسارة، كيف تنعى الجمهورية الإسلامية اليوم الزعيم القائد المجاهد سيد حسن نصر الله رحمه الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اوجه لك التحيه والضيف العزيز والمشاهدين ونعزي صاحب العزاء الحقيقي الامام الحجه عبد الله تعالى فرجه الشريف ولي الامر الامام الخامنئي يحفظه الله، المراجع الامه الاسلاميه احرار العالم وبالذات المقاومه الاسلاميه اللبنانيه وعائله الشهيد سيد حسن نصر الله. في الحقيقة اسمح لي أن أنطلق من بيان سماحة الإمام الخامنئي الذي سبق إعلان استشهاد السيد حسن نصر الله، ولكن أوحى من خلال هذا البيان نعيا مبطنا ولم يذكر ولم يسبق في الحقيقة احتراما لحزب الله كي يعلن رسميا، وبعد ذلك ربما سينعى رسميا سماحة السيد القائد الكبير الشهيد سيد حسن نصر الله. ولكن ما جاء في بيان سماحته كأنه كان يحضر النفوس والأجواء لفقدان هذا العلم الكبير، هذا المجاهد والفارس العربي الذي أذل حقيقة الاستكبار العالمي وربيبته العدو الصهيوني اللقيط، فأوعز إلى أحرار العالم، أوعز إلى محور المقاومة، إلى الوقوف إلى جانب حزب الله ودعم حزب الله. وأكيد ستتغير المعادلة بعد هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها الرذيل والمنحط نتنياهو الإرهابي وهو في أحضان الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كان يعني في زيارة لإلقاء كلمته في اللقاء السنوي للأمم المتحدة، ومن هناك كأنه أصدر أوامره بالقيام بهذه العملية الإرهابية وفي أحضان أمريكا. ولكن أمريكا دائما تكذب وتنافق وتغير الحقائق وتقلب الحقائق. عندما أظهر بلينكن أنه نحن لم نكن نعلم بهذه العملية يا حرام، يعني طائرات الاف 35 10 طائرات والقنابل كل واحدة وزنها طن، وحوالي 85 طن من هذه القنابل يعني 85 قنبلة أسقطتها في الحقيقة للطائرات ودمرت 4 مجتمعات سكنية للوصول إلى هذا الشخص العظيم، ووصلت في النهاية وهذا قدره وهو نال الشهادة والآن في أحضان في الحقيقة السيد الشهداء وأحضان رفاقه الذين سبقوه. ولكن إيران أكدت من أنه هذه القضية سوف لم ولن تمر بإذن الله، وإن شاء الله ستدعم إيران أكثر من ذي قبل محور المقاومة، خصوصا المقاومة اللبنانية الحقيقة بحزب الله. وكذلك نرقب، يعني سمعت أنا ولم يتأكد لي أخي العزيز أنه كان هناك اجتماع طارئ لسماحة السيد القائد الإمام الخامنئي والقيادة العسكرية والأمنية، ولا أدري إن كان في الحقيقة هذا الخبر مؤكدا، وأكده بعض الأخوة طبعا لم يؤكد رسميا لأنه اجتماع أمني، وماذا سيرشح عنه هذا الاجتماع فننتظر ونرتقب. ولكن في كل أحوال هي خسارة في موضعها وفي وقتها، ولكن سيضخ دم الشهيد سيد حسن نصر الله في الحقيقة رحمة الله عليه في نفوس ودماء أولا أبناء حزب الله، أبنائه الذين هو رباهم على يده ونقل ثقافة الجهاد إليهم،
وكذلك سيلهم دمه كل أبناء محور. سيد هادي، ذكرت أن المعادلة ستتغير في المنطقة، ما هي قراءتك للمعادلة الجديدة بعد هذا الفعل البربري الذي أقدمت عليه إسرائيل؟ يعني لم يفوت حزب الله أخي العزيز أي عملية إرهابية قام بها العدو الصهيوني، وآخرها كان بعد اغتيال القائد الكبير فؤاد شكر وضرب المركز الذي كان يخطط ومنه تنطلق العمليات الإرهابية تخطيطا وتنظيما وتنفيذا، وهو مركز 3200 لوحدة الاستخبارات العسكرية أمان. وأكيد هذا المصاب مصاب جلل، هذا في الحقيقة مصاب، كلهم الشهداء أعزاء، ولكن كل في نفس الوقت له مكانته ومكانة سماحة السيد حسن نصر الله، ليس فقط في لبنان وإنما في العالم العربي بل العالم الإسلامي والعالم الحر، له حرمته ومكانته وبصمته في مقارعة الاستقرار العالمي ونظامه اللقيط المؤقت العدو الصهيوني. إذن يجب أن نتوقع ما سنرى في الأيام القادمة وليست ببعيدة، وتحضر إن شاء الله الصواريخ التي ستدك تل أبيب وربما بعد ما بعد تل أبيب، ناهيك عن حيفا التي هذه المعادلة التي تحدثت عنها سيد هادي تقتصر فقط على جبهة لبنان؟ أنا أستبعد يعني حسب ظني في يعني في فحوى كلام سماحة السيد القائد، هو إيران كانت تحضر لعملية الحقيقة الرد على العدو الصهيوني بعد اغتيال الشهيد القائد السيد إبراهيم الشهيد إسماعيل هنية وكذلك الشهداء الآخرين، فأظن يعني ستتضاعف العملية وهي على أبوابها، وهذه ربما ستسرع وستوسع من نطاق العملية كما أعلن أنصار الله وكما أعلنت المقاومة في خضم نعيها المقاومة الإسلامية العراقية في أنه ستوسع من دائرة الأقواس النارية وستنقض انقضاضا مؤلما على العدو الصهيوني بالرغم من كل الدعم. سيد العزيز يعني أمريكا في ظني المجرم الذي هو مسؤول عن هذه العملية هي أمريكا، المخطط لهذه العملية أمريكا، الداعم اللوجستي لهذه العملية أمريكا، الذي دعم بالأقمار الصناعية التجسسية هي أمريكا، الذي ساعد في اختراق شبكة الاتصالات البيجر واللاسلكي وما إلى ذلك هي أمريكا، وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وحتى ربما بعض حكام الخليجين المطبعين، هذا وارد. ولكن في كل الأحوال هذه حرب في الحقيقة، والحرب سجال، وسجلوا في الحقيقة نقطة ثمينة وكبيرة، وإن شاء الله سيكون هذا الدم الزكي، هذا الدم النقي، هذا الدم العاشورائي إن شاء الله سينتصر على سيف أمريكا وعلى سيف العدو الصهيوني. جيد أستاذ واثق، قائد بعد قائد خاصة في الأشهر الأخيرة أو العامين الأخيرين، خسرنا أو خسرت المقاومة الكثير من القادة وأبرز وأشجع قادته، يجب أن تتغير المعادلة لإيقاف هذا المسلسل المستمر، ما هي الخطوات اللي اليوم يجب أن نتخذها لإيقاف هذه الهجمات البربرية الإرهابية الذي يمارسها الكيان الغاصب؟ طبعا أولا هي المقاومة عادة لا تتأثر بفقدان القادة، احنا لاحظنا فقدان السيد موسى الصدر عندما كان أمينا عاما لحزب الله، والسيد حسن نصر الله أبلى بلاء حسنا وفقده قادة أمثال الشهيد عماد مغنية وغيره، ونحن فقدنا أيضا في العراق الشهيد أبو مهدي المهندس والشهيد سليماني، وما التجربة أنه بعد استشهاد كل قائد تجد أن القيادة لا تنتهي وأن القضية لا تموت وإنما تصبح أكثر رسوخا وأكثر قوة وأكثر صلابة، وهذا أيضا ما نشاهده اليوم أيضا حتى في غزة، هم حاولوا على سبيل المثال أن يحاولوا أن يخلقوا فجوة بين الشعب الفلسطيني والمقاومين، لكن بعد الجرائم وجدنا أن القضية ترسخت. هكذا في جنوب لبنان بعد استشهاد السيد القائد نصر الله، طبعا أكيد هذه القضية ستبقى مترسخة وستبقى ثابتة و تولد ردات فعل. نعم هي جبهات المقاومة اليوم بحاجة إلى
عادت بلورة أوراقها من جديد وعاد إلى توحيد الصفوف، هي الآن تتحرك وفق رؤية توحيد الساحات وأهداف الموحدة، وينظرون إلى العدو، من هو العدو المباشر. طبعا نقول هل من يقود هذه الحرب، هل هي حرب صهيونية أمريكية أم حرب أمريكية صهيونية؟ بالنتيجة الخيارين ممكن أن يكونا هما الصحيحين، باعتبار اليوم إذا قلنا أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني هو من يقوم بحرب الآن، الداعم الرئيس والذي يقف بظهر الكيان منذ تأسيسه إلى اليوم هو الولايات المتحدة من خلال القرارات الدولية، من خلال على لسان المقاومة وقادتها بأن الكيان الغاصب تجاوز كل الخطوط الحمراء ولأكثر من مرة، يعني لابد من استراتيجية جديدة للتعامل يعني بها مع هذا الكيان. نعم، يعني هو أكيد المقاومة لديها استراتيجية، وهذه الاستراتيجية طبعا لديها حساباتها، هذه الحسابات طبعا في حسابات سياسية وحسابات مجتمعية وتأثيراتها، لذلك هي لم تستخدم كل أسلحتها لحد الآن، وبالتالي حسابات المقاومة ليس كحسابات العدو، يعني هو ممكن أن يقتل ويبيد ويدمر وممكن أن يشعل حتى حرب في المنطقة. هي المقاومة أيضا يراد لها أن تستدرج إلى أرض المعركة أو إحداث حرب شاملة في المنطقة، وبالتالي يمكن القضاء عليها أو يمكن القضاء على قياداتها وإضعاف هذه المقاومة. لكن استراتيجية المقاومة التي أصبحت اليوم محور للهجوم وليس للدفاع، اليوم العمليات اللي تحدث في داخل الكيان، احنا يعني كل المعلومات اللي نستسقيها هي معلومات عن ما يحدث في لبنان وما يحدث في فلسطين وما يحدث في جبهات المقاومة، لا نعلم ماذا يحدث داخل الكيان. الكيان لحد الآن يعتم على الإعلام، لا يسمع بكل وسائل الإعلام، لا نعرف ماذا يدور في داخل الكيان. كل ما نسمعه أنه الكيان اليوم لديه أكثر من 1.5 مليون نازع، توقفت الحركة الاقتصادية وحركة الملاحة والطيران والتجارة والسياحة، وبالإضافة إلى الاضطرابات والاحتجاجات الداخلية الموجودة وربما انشقاقات مستقبلية وانهيار لسياسة الكيان الذي فشلت. يعني اليوم تحويل العمليات إلى الجنوب اللبناني دليل على فشله في غزة، لاحظنا في غزة أن المقاومين محاصرين بأعداد قليلة، محاصرين ليس اليوم من منذ سنوات، ومع ذلك استطاعوا أن يقفوا بوجه العالم. اليوم عندما تقول لقب بوجه الكيان الصهيوني لا يعني هذا الكيان لوحده، وإنما يقف خلفه أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا، هذه الدول الكبرى التي تمولها بالسلاح والمؤونة وبالقرارات الدولية أيضا. فتحويل الحرب إلى الجنوب اللبناني يختلف، هنا تختلف أرضية واستراتيجية في الجنوب. الجنوب الظهر مكشوف بالنسبة لحزب الله، ممكن أن تصل له إمدادات وإمدادات من المقاومين، مؤونات، ممكن إيواء النازحين، وبالتالي القضايا الإنسانية التي ربما تعيق عمل المقاومة أحيانا أو تؤثر عليهم، لأن بعض العمليات العسكرية ربما تتأثر بإيذاء المدنيين، وهذا ما يعمل عليه الكيان الصهيوني. سؤال اليوم يتساءله الجميع، لماذا بقي السيد القائد الشهيد سيد حسن نصر الله في الضاحية الجنوبية رغم خطورة الوضع الأمني في هذه المنطقة وقربها من الكيان الغاصب؟ هو الشهيد نصر الله هو نذر نفسه للشهادة، بالتالي هو قائد ميداني، هو لم يبتعد لحظة، يعني منذ توليه قيادة الحزب إلى اليوم لم يبتعد عن ساحة المعركة، وهكذا بقية القادة، يعني السيد موسى صدر، الشهيد جواد مغنية، وأيضا عفوا عماد مغنية، وبقية القادة الآخرين، يعني الذين حد يعني الشهيد أحمد عقل قائد كتيبة الرضوان كان في المستشفى وأصيب بإصابة أجهزة البيجر ومن المستشفى ذهب إلى الاجتماع، بالتالي هم ميدانيين، هم بين الناس، هم من أصل الشعب اللبناني، هم ليسوا غرباء أو ليسوا قادة منفصلين عن مجتمعهم وعن شعبهم وعن همومهم، الكل يعني في الضاحية يعرف هؤلاء القادة ويعرفهم شخصا ويعيشون بين الناس، وبالتالي هم يمارسون العمل الجهادي والعمل الإنساني والاجتماعي بشكل طبيعي. والسيد نصر الله يعني يقف في مقدمة الصفوف، وإحنا لاحظنا شهدائنا ودائما مجاهديننا دائما يقفون في المقدمة، إحنا لاحظنا في فتوى الجهاد الكفاية عندما كان في المعارك قادة وجدنا هؤلاء القادة في المقدمة لا يقفون للخلف، ووجدنا أن أكثر الشهداء هم القادة،
استشهدوا لأنهم كانوا يقفون ابن قدم لا يختبئون في الملاجئ ولا يتنكرون ولا يكونون بعيدين عن المعركة يقاتلون حالهم حال إذا تسمح لي سيد هادي، هل بالإمكان أن تقدم حكومة نتنياهو على هكذا فعل لولا أخذت الضوء الأخضر والدعم الكافي من الشيطان الأكبر أمريكا؟ أنا أشرت إشارة سريعة أنه هذه العملية بالذات كانت بحضوره، كان في نيويورك، يعني مستحيل أن يقوم بهكذا عمل كبير وعملية إجرامية وإرهابية عظيمة ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية على علم. ولذا أنا سأرجع إلى في الحقيقة عملية طوفان الأقصى من 8 أكتوبر، يعني يوم بعد العملية والخسائر والهزائم الأمنية والعسكرية والسياسية والنفسية والاجتماعية التي مني بها هذا العدو النقيض المجرم القاتل الأطفال بعد 7 أكتوبر. من 8 أكتوبر نحن لاحظنا توافد الرؤساء وكان على رأسهم بايدن، مع أنه كان في الحقيقة هو على خلاف وعلى زعل مع نتنياهو، ومن 3 سنوات لم يستقبله في البيت الأبيض، وسبقه بلينكين قال أنا يهودي قبل أن أكون وزير خارجية، وبعدها التحق به أوستن وزير الحرب الأمريكي. بعدها ماكرون وروشي سناك رئيس الوزراء السابق البريطاني، وهكذا. فكل يعني العالم الغربي، كل منظومة الاستكبار ذهبت وحجت إلى كما يقال إلى هذا الرجل الشرير إلى تل أبيب. ومن هناك بقي مستشارون عسكريون أمريكيون وخصوصا فرقة العمليات الخاصة جدا، فرقة الدلتا فورس، بقيوا وشاركوا وقتل منهم في بداية الحرب البرية ضد حماس في غزة. أخي العزيز، إذن أمريكا لم تنفصل أساسا يوما عن كل ما قام به نتنياهو وجلاوزته على مستوى الإجرام، القصف، الحصار في غزة، وإهداء القنابل الطازجة ذات الأوزان المختلفة والأطنان، وفعالية كل طن. هناك قنابل خاصة للخرسانات، هناك سيد هادي، مصادر مطلعة من الداخل الأمريكي تؤكد بأن الموافقة باستهداف القادة لأن نتنياهو جاءت من المجرم ترامب مقابل دعمه في الانتخابات القادمة. هذا صحيح، يعني حتى بعد استشهاد قادة النصر تبجح ترامب وقال يعني اليوم العالم بدون قاسم سليماني أجمل، وبعدها جاء جائحة الكورونا أصبح العالم أجمل. فهم كلهم في الحقيقة في الإجرام سوا أخي العزيز. يعني أنت شوف أساسا فلسفة تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية وتأريخها الإجرامي بحق الهنود الحمر، عشرات الملايين من الهنود الذين هم كانوا يعني أصحاب الأرض الحقيقيين، سموهم كي يعتموا عليهم ويعتموا على جرائمهم، سموهم الأشرار والأشباح، وسموها أنه هم الذين اكتشفوا هذه القارة، في حين أن هذه القارة كانت موجودة، كانت هناك عشائر غير الهنود الحمر، كان لهم ثقافتهم، كان لهم ارتباطاتهم. ولاحظ أنت يعني تأريخ الولايات المتحدة الأمريكية أخي العزيز إلى يومنا هذا، يعني بين سنة وسنة، بين كم سنة وسنة، إما مشاركة في حروب مناطقية أو في حروب دولية أو في حرب عالمية، هي الحرب العالمية الثانية التي كانت الدولة الوحيدة واليومنا هذا هي التي استخدمت القنبلتين النوويتين ضد هيروشيما وناكازاكي، وإلى يومنا هذا تحتل وتقيم بالانقلابات والاضطرابات، والعراق خير شاهد على ذلك، استباح يعني جورج بوش الابن العراق عام 2003 دون أن يأخذ إذن أو قرارا من لا من الأمم المتحدة ولا من مجلس الأمين ولا من أي محكمة عدل دولية أو ما إلى ذلك. هذا تاريخ أمريكا، من يعارضهم يصبح هو محور الشر، ومن يناصرهم يصبح هو في الحقيقة مهد الحضارة والديمقراطية.
إذن أمريكا في هذه العملية، أؤكد وأقول أنه في هذه العملية هم الذين خططوا وساعدوا وساندوها في الحقيقة العدو الصهيوني. إذن حتى المرفق يعني دمائهم في الحقيقة مغاطس دمائهم بدم. إذن بعد هذه المعطيات والمنعطفات الخطيرة، هل من الممكن أن نشهد تصعيدا على مستوى دولي؟ يعني هذا يرتبط بأولا الآن نحن نرتقب ردة الفعل. صاحب الدم في الحقيقة والثأر الحقيقي هو المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله. بعدها باعتباره مواطنا لبنانيا الحكومة اللبنانية، وبعدها قائدا كبيرا وله بصمة يعني تاريخية وجذرية في انتصار محور المقاومة، كذلك محور المقاومة يحق له أن يثأر بطريقته الخاصة. وبعدها على المستوى العالمي أنه إلى أين سترفع الحكومة اللبنانية رسميا باعتباره مواطن لبناني إلى محكمة العدل الدولية، محكمة الجرائم، لأن هذه جريمة. يعني منطقة سكنية آهلة بالسكان باتهام أنه حزب الله يخفي ويخبئ أسلحته وترساناته العسكرية، والتي في الحقيقة الكلام كله كذب وإدعاء فارغ، يخبي في هذه المناطق السكنية وقصف بثمانية أطنان وجعل أربعة مجتمعات سكنية قاعا صفصفة، وإذا بالجرحى والشهداء كلهم ناس الحقيقة مدنيين ومن جملتهم سماحة السيد مع عائلته. إذن في هذه الحالات يجب على المستوى القضائي والحقوقي والقانوني هذه في الحقيقة ردة فعل، ولكن الكلام والفصل هو للميدان. فلنلحظ أنه نعم. كيف سيمارس في الحقيقة حزب الله حقه في الرد، وكذلك كيف ستطبق في الحقيقة وصية الإمام الخامنئي من أنه يجب أن نقف إلى جانب هذا التنظيم المنسجم القوي المتماسك. هذه كانت عبارات سماحة السيد ولا هو الذي هزم العدو الصهيوني، هو الذي هزم أمريكا، هكذا وصف هذا التنظيم المتماسك القوي أو المبارك. وأكيد من الآن فصاعدا لا في الحقيقة يفرحن نتنياهو من أنه قضى على رأس كبير كما هم يقولون، وسمى أساسا هذه العملية بالعصر الجديد. قال في بداية عملية الطوفان الأقصى والعمليات البرية في غزة أنه نحن سنغير وجه المنطقة، أي الشرق الأوسط. بالعكس، هذه العملية وعمليات الطوفان الأقصى هي التي ستكمل انتصاراتها، وهي التي ستمسك بزمام المدر وتغير وجه المنطقة لصالح شعوب المنطقة ولحقيقة دحر العدو الصهيوني. جيد أستاذ واثق، المقاومة الإسلامية تعمل على حرب الاستنزاف، وبالتالي تعلم والجميع يعلم أن الكيان الغاصب لا يستطيع أن يتحمل هذه الحرب لفترة طويلة. مرحلة ما بعد السيد حسن نصر الله ربما ستكون مرحلة جديدة مختلفة، ما قراءتك لهذه المرحلة، وهل سيضعف حزب الله بعد خسارة قائده؟ طبعا أولا يعني هي المقاومة ستسير بنفس الاستراتيجية التي يعني اختطت لنفسها هذا الطريق أنا منذ بداية تأسيسها. الشيء الثاني يعني مسألة الاستنزاف، واليوم إذا كان هنالك معيار لقياس النصر والهزيمة في المعركة نقول أن المقاومة انتصرت أنها تواجه جيوش كبيرة وجيوش قوية وباستخبارات كبرى. مع ذلك وقفوا المقاومة في جنوب لبنان ومقاومة غزة. الشيء الثالث يعني اليوم استهداف الشهيد القائد السيد حسن نصر الله، هم استخدموا مختلف التكنولوجيا وأحدث ما يملكون من أسلحة متطورة وبكميات هائلة جدا، وهذا من الفخر أن نقول أنهم كل هذه كل إمكانيات العالم وضعت لاستهداف قائدا كم هو كان كبيرا وكم كان عزيزا وكم كان مرعب لهؤلاء ومرغم لأنوفهم في التراب. بالتالي اليوم إذا في مقياس القوة ومقياس العدد، إذا قلنا هم يمتلكون كل هذه الإمكانيات وكل هذه الدول التي تقف معهم وكل هذه الأموال مع قياس المقاومة بفئة قليلة، نقول إن الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة وإن ينصركم الله فلا غالب لكم.
بالتالي ونعرف نحن طريق الشهادة أن الدماء دائما هي من تنتصر على السيوف وتنتصر على الظلم وكل الثورات والأحرار الذين ظهروا في العالم دائما هم فئات قليلة وأعداد قليلة ومظلومين، ودائما هي شعوب تتعرض للإضطهاد مع ذلك تنتصر بالنتيجة. أسألك ما تأثير حرب الاستنزاف اللي تتبعها المقاومة مقابل الدعم اللي يحصل عليه الكيان الغاصب من قبل الدول العظمى؟ نعم، هي أولا سوف هو تصدع الآن الكيان من الداخل وتأثر واقتصاده وفي داخل الكيان، يعني هنالك الاعتراضات سواء كانت اعتراضات سياسية وشعبية الآن هي موجودة. والشيء الثاني الدول، كثير من الدول اليوم لديها مصالح مع يعني مع الدول العربية مع الدول الإسلامية أو حتى في منطقة الشرق الأوسط كلها تأثرت بسبب هذه الحرب التي لا طائل لها ولا نتيجة لها ولا معنى بأن تخاض بهذا الشكل. وإلا القرارات الدولية هي واضحة، قرارات بأن الفلسطينيين لهم حق وأن هذه الأرض للفلسطينيين وهذه الأرض للبنانيين وأن الكيان هو كيان غاصب محتل. لذلك لابد للدول أن تعود إلى الشرعية الدولية، وإلا ما الفائدة من إيجاد منظمات دولية أمم متحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ويصعد أو يقف ممثل الكيان في جلسة سابقة ويمزق ميثاق الأمم المتحدة أمام الأمم المتحدة، بالتالي هنالك استهانة من قبل الكيان. وأمام هذه الدول الكيان الصهيوني ضرب عرض الحائط بحدود 75 قرارا دوليا، آخرها كان قرار مجلس الأمن السابق يعني في هذه الحرب الذي طلب بإيقاف فوري للحرب رغم تحفظ الولايات المتحدة. كل القرارات السابقة منها من اعترضته أمريكا بالفيتو ومنه من لم يطبقه الكيان بفعل دعم أمريكا. إذن الاستنزاف والمعركة التي يستخدمها المقاومين هي طبعا حتما ستؤثر على الكيان وعلى طبيعة علاقاته الخارجية. واليوم كما تعرفون اليوم السفن لا تستطيع المرور إلى الكيان من خلال المجاهدين في اليمن، وكذلك الحياة العامة والمطارات و الملاحة والتبادل التجاري مع الكيان اليوم أصبح صعبا جدا بالنسبة لهذه الدول، إضافة إلى ما يعيشه سكانه اليوم. يعني أنا قلت أكثر من 1.5 مليون نازح، هذا حسب التقديرات ربما تكون الأعداد أكثر، لأن في كل المدن الصهيونية الآن كلهم قرب الملاجئ وبدون عمل وتعطلت الحياة العامة وشلت يعني بشكل كبير. اليوم الصواريخ اللبنانية بدأت تصل إلى مديات لم يتوقعها الكيان، وبدأت تخترق كل الدفاعات الجوية والتحصينات والقبة الحديدة وإلى ما غير ذلك. بالتالي هذه الحرب الاستنزافية حتما ستؤثر، وأكيد سيكون تراجع من مواقف بعض الدول. بعض الدول اليوم أبدت امتعاضة من هذه الحرب التي لا يرون فيها نتيجة ويرون أن هنالك حقوق للشعب. ممكن ممكن حل القضية بمجرد استرجاع الحق الفلسطيني. ذلك كان السيد الشهيد القائد السيد حسن نصر الله كان واضحا بهذه القضية، لم يطالب بمصلحة لبنان أو لحزب الله أو مكتسب شخصي أو لحزبه، وإنما كان يطالب إيقاف أو التفاوض مع حزب الله هو بالتفاوض مع غزة وإيقاف الحرب مع غزة. لا نوقف الحرب حتى توقف الحرب مع غزة. إذن هو كان ثابتا على قضيته إلى اللحظات الأخيرة، إلى لحظة استشهاده كان ثابتا على القضية، وإلا تدخلت الولايات المتحدة وغيرها من دول ربما طرحوا بعد الضربات المؤثرة التي بدأت يعني بفاد واحد وفاد اثنين وبعد قصف تل أبيب بصاروا قادر رقم واحد، استشعر الكيان. نحن نقول مبادرة أمريكية، أنا أقول هي ليست مبادرة أمريكية وإنما هنالك إشارة من الكيان أن حزب الله بدأ يؤثر، فعليكم أن تحفظوا ما أوجهنا بالتفاوض. لكن حزب الله اشترط لا إيقاف للحرب إلا بإيقاف الحرب مع غزة. إذن المقاومة بدأت تؤثر وهذه التأثيرات، لكن كإعلام الإعلام معظمه مع الكيان الصهيوني، حتى الإعلام العربي والإسلامي للأسف والإعلام الدولي بالإضافة إلى الكيان الذي يمنع كل وسائل الإعلام ولا تجعلنا نطلع ماذا يحدث في الكيان، كيف هي الحياة العامة، أين مواقع الصواريخ والأماكن التي ضربت. لحد الآن لم نطلع على، لا يعقل كل هذه الصواريخ وكل هذه الطائرات المسيرة وكل يعني كل هذه الرشقات الصاروخية لم تؤثر، الكيان لم يطلعنا. بالتالي بعد خسارتهم لقائدهم قائد الميدان، هل ستؤثر هذه الخسارة على المجاهدين في صفوف حزب الله
أم من المتوقع أن نرى تصعيداً كردة فعل على هذا الفعل الجنيع؟ نحن أكيد سيكون تصعيد، ونحن نعرف أن الدماء دائماً هي تولد قادة، ودائماً ثارات الدماء تكون أصلب وأشد، وبالتالي هي لن تهدئ، لن تهدئ نفوس الذين يؤمنون بحزب الله. حزب الله حزب شعبي بين ناسه وبين أهله، وكل اللبنانيين ومن في الضاحية وفي الجنوب هم يؤمنون إيمانا كاملا بحزب الله، بل حتى الديانات الأخرى هم يتأثرون ويؤمنون. ويعني السيد حسن نصر الله لهم رمز كبير، وهذه قضية لأول مرة نرى أن قضية وحدت الشعب اللبناني، لم نجد اختلافات، وحدت الشعوب الأخرى. أنا لا أتحدث عن قادة وعن قادة دول مطبعين خائنين يرتجفون من الكيان الصهيوني، أقول أن الشهيد القائد أبا هادي هو رفع رؤوسنا، وهو محل فخر لنا وفخر لكل الأحرار في العالم، نفتخر، هو يتمنى الشهادة ونال هذه الشهادة. وبالتالي اليوم لن تتأثر، والمجاهدين اليوم إذا تسأل أي أحد من عوائل الشهداء، لاحظنا يعني عوائل الشهداء، عائلة تفقد 4 أبناء و5 أبناء و6 أبناء، وفي فلسطين فقدوا عشرات، مع ذلك تجدهم نفس الصلابة ونفس القوة، بل ازدادوا إصرارا على القضية، وقالوا نموت في أرضنا ولا نعطي ذرة من هذا التراب. أيضا في المقاومة في جنوب لبنان سيكون أكثر تشبثا وأكثر تمسك بالقضية، وستولد قادة، وسيكون هنالك رجال أشداء قادرين على تحمل المسؤولية. وأنا أقول نعم، فقدنا قائدا مؤثرا وقائدا كبيرا، قائدا يعني عزيز على كل نفوس الشرفاء. الكلام يطول بهذا المجال، لكن أقول أن المسيرة مستمرة وأن الثأر لا ينتهي. سيد هادي، عندما سكت أغلب قادة الدول العربية جبنا وتطبيعا، كان السيد الشهيد أول وأبرز المتصدين في جبهات القتال وأشجعهم، ووقف بوجه العدو دفاعا عن الحق والمظلومين في فلسطين. كيف ترى الموقف المخجل لبعض هؤلاء القادة، قادة الدول العربية أتحدث؟ الموقف ليس مخجل، موقف خياني أخي العزيز. يعني أنا لا أنسى حتى في الأيام الأخيرة أثناء عمليات طوفان الأقصى، والدعم المطلق واللامحدود لسماحته وأبطال المقاومة الإسلامية اللبنانية كان يسبون سماحة السيد. يعني فضائياتهم كانت تعج بالمحللين الرخيصين حقيقة والدنيئين بألفاظ نابية، حتى بعض مسؤوليهم يعني كانوا يذكرون سماحة السيد بكلام غير مؤدب، وكانوا يتمنون أنه يقضي عليه بالحقيقة نتنياهو أو تقضي عليه أمريكا كما كانوا يتمنون، ويحلو لهم، لأنه أولا فضحهم، يعني أثبت أنه جيوشكم جيوش كرتونية، يعني جيوش عربية تجيشت في عام 1967 وخلال 5 أيام أو 6 أيام هزمهم العدو الصهيوني. حرب 1973 كذلك هزمت الجيوش العربية، فكيف لتنظيم جهادي بأبسط الإمكانيات ولكن بإعارة جماجمهم لله سبحانه وتعالى، ووضعوا أنفسهم وأرواحهم الغالية والنفيسة على أكفهم واسترخصوها من أجل القضية الفلسطينية التي هي القضية الأم بالنسبة للعالم الإسلامي والأمة الإسلامية، هذا غاضهم أخي العزيز. ما ممكن يتحملوا هذا الشيء، إنه كيف هذا التنظيم هزم الأمريكيين، المارينز الأمريكيين، هزم البحار الفرنسيين، وقضى على الحاكم الصهيوني عندما احتلوا وسيطروا على مدينة سور. أستاذ هادي، حتى على مستوى بعض المدونين والأكاديميين والإعلاميين والمؤثرين في مواقع التواصل، ما الذي نتساءل، ما الذي يجعل إنسانا مسلما عربيا أن يقف بوجه أخيه المدافع عن الحق ويؤيد حكومة نتنياهو والصهاينة والمتصهينين؟ وحقك لحكيها بال يعني بال بالراحة، هؤلاء المدونين الذين يسبون يعارضون والآن أكيد سيشمتون
لا بشر ولا إنسان إنسانية ولا غير عندهم ولا عروبة. العروبة الحقيقية هذه، هذا الفارس العربي الذي يغار على الناموس الفلسطيني، يغار على المقدسات الفلسطينية، يغار على القدس والأقصى، شهداء الأقصى، هؤلاء شهداء، شهداء فلسطين الجريحة السليبة. هذا الفارس العربي، هذا العربي الحقيقي، وليس هؤلاء ما يسمونهم بالعربان في الحقيقة. وخصوصا يعني أنا أقول فضائياتهم والمدوناتهم مواقعهم الاجتماعية، يعني جرائدهم، كل شيء يعني مجند لخدمة الأجنبي، لأنه هي محميات أجنبية. أخي العزيز، هؤلاء حكام الخليج محميات أمريكية، بمجرد أن يحصل شيء تأتي أمريكا بأساطيلها وببوارج الحربية وببواصتها النووية وببحارتها، هذه محمية. لا شوف اليمن، يعني تكالبوا على اليمن بحجة أنه انقلبوا على الشرعية وحموا ما بعرف مين ومين، وخرج عبد المنصور، رب المنصور هادي، ويدافع عنه 8 سنوات، لم يبقوا شيء لليمن بحجة أنه اليمن هو ميليشيات إيرانية، وهذا كلام سخيف. واليوم نرى أنه هذا اليمن الجريح الذي ما زال يرمم جراحه نهض الحقيقة من تحت الرمال وتحت الأنقاض، وذهب إلى نصرة فلسطين. هذه العروبة الحقيقية، أحسن، هذه النخوة في الحقيقة اليمنية. سيد هادي، بالدقائق الأخيرة بقراءتك لجبهة لبنان بعد خسارة القائد الكبير، نتحدث عن أبطال المقاومة في حزب الله هناك والتوقعات للمرحلة الجديدة. يعني أولا كان الاشتباك يعني تقليدي، ثم تطور بعد عملية الاغتيالات فأصبح المقابلة بالمثل. ولكن اليوم عنوان المواجهة أصبح عنوانا مقدسا، هو الثأر. يعني كيف نقول يا لثأرات الحسين؟ نعم. واليوم يجب أن نقول كلنا جميعا يا لثأرات هذا الرجل الكبير، السيد الشهيد الكبير السيد حسن نصر الله قدس الله نفسه الزكية. هذا هو في الحقيقة العنوان الحقيقي الذي كما قال سماحته الإمام الخامنئي عندما أختيل الشهيد سيد إسماعيل هنية، قال خنخاهي، يعني ثأر، أقدس كلمة لمواجهة مثل هكذا عملية إرهابية، والتقاص منهم هو كلمة الثأر، لأنه هو في الحقيقة اللقب المقدس لسيد الشهداء هو ثأر الله. وإن هنا هذه ثقافة الثأر، الثأر الإلهي وليس الانتقامي، ليس في الحقيقة الإرهابي، الثأر الذي يرتكز وينبني على أسس فقهية، فقه المقاومة، وعلى أسس إنسانية وأخلاقية وثورية. نعم. من إيران الدبلوماسي السابق السيد هادي أفقهي، أشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك، وأيضا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ واثق الجابري، شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا كذلك الشكر موصول لحضراتكم على طيب المتابعة، شكرا لكم وإلى اللقاء.